دور الأيتام اللي هي وسيلة المجتمع لحماية كريمي النسب واللي فقدوا نعمة الأهل، المجتمع توافق على تكليف هذه الدور بصيانة وتعويض الأيتام عن كل حاجة فقدوها. في المقابل المجتمع عن طريق التكافل والتبرع والتطوع بيدعم دور الأيتام اللي هي من منظمات المجتمع الأهلي، وطبعا بتكون تحت رعاية الدولة باعتبارها الرقيب على سلام وأمان المواطنين. لكن أحيانا الواحد بيسمع عن حاجات بيبقى مش فاهمها، يعني مثلا في دار من دور الأيتام هتحفظ عن على ذكر اسمها لأن الغرض من كلامي هو مصلحة الأيتام مش التشهير بحد، وفي نفس الوقت مش عايزين نمس كرامة الأيتام نفسهم اللي منتسبين لهذه الدار. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنه في دار أيتام معروفة، دار أيتام مشهورة في المعادي، وده طبعا موجود، الواقعة دي موجودة وموثقة على العديد من المواقع الإخبارية. هذه الدار جات لها موظفة بتحذر اللي قاعدين في الدار إن قدامهم مهلة 3 شهور، لو ما خرجوش هيترموا في الشارع. الكلام ده حصل من 3 أيام على أساس إن وزارة التضامن الاجتماعي ناوية تعمل إعادة هيكلة لقطاع الرعاية الاجتماعية. واحدة من البنات بتوع الدار قالت لموقع القاهرة 24 إنهم بعد اللي حصل ده بقوا خايفين، بقوا مرعوبين، بقوا حاسين بعدم الأمان لأنهم اتربوا في الدار من هم أطفال، وإن زيارة الموظفين اللي قالوا إن معاهم قرار وزاري بخروجهم من الدار عمل لهم حالة فزع، هلع، مش عارفين يعملوا إيه، هيترموا في الشارع. الموظفة قالت لهم إن البنات اللي ما استلموش شقق هيعوضوا ويتعرض عليهم شقق إيجار، لأن البنات دول كل واحدة منهم قاعدة في الدار لحد ما كل واحدة تستلم شقتها زي ما الموظفة بتقول، وتبدأ بقى بعد كده تستقل بحياتها. الدار فيها 50 بنت عمرهم من 17 ل 25 سنة، كلهم موجودين في الدار ما استلموش شققهم ما عدا بنتين بس استلموا الشقق بتاعتهم. الغريب بقى ايه؟ انه البنات بيقولوا ان مديرة الدار ورئيس مجلس الادارة ما تدخلوش في الموضوع، وكانوا بيشجعوا الموظفين بتوع التضامن انهم يقنعوا البنات انهم يخرجوا من الدار. اما البنات هنا مش فاهمين، خايفين من المجهول، مش عارفين هيخرجوا من الدار على اساس ايه. اللي اتقال ان الوزارة هتدفع ايجار شقق للبنات كلهم، يعني كل بنت تأجر شقة والوزارة هتدفع لها الإيجار، وكل بنت هتاخد 2000 جنيه في الشهر عشان تغطي مصاريفها. طيب لازمته إيه كل ده؟ فين المشكلة اللي خلت الدار لازم تفضي حالا؟ هما بناتنا دول هيروحوا فين؟ وزيرة التضامن الاجتماعي قالت قبل كده إن الوزارة هتشتري وحدات سكنية وهيتم فرشها وتجهيزها بالكامل، ويبقى في عقد ما بين وزارة التضامن ودور الأيتام يفيد إن كل يتيم أو كل يتيمة من حقهم إنهم ينتفعوا بالوحدة المستأجرة لحد ما يبقى عنده 21 سنة ويمتلكها بالكامل لما يوصل لسن 35، لكن بشروط محددة. طيب إذا كان الموضوع ده كده يعني بالبساطة دي، ليه ما نطمنش البنات؟ ليه ما نشرح لهمش الوضع؟ نفهمهم ان البلد مش هترميهم في الشارع، وان رئيس الجمهورية بنفسه مشدد على صيانة حقوق كريمي النسب والأيتام. طمنوا الناس عشان لو الموضوع واضح وليه قواعد يبقى كل واحد عارف راسه من رجليه. الناس ما يجيلهاش كده حالة هلع، ما يخافوش انهم هيترموا في الشارع. معنا على التليفون ياسمين عادل، احدى فتيات دار الايتام. يا ياسمين اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. ايه اللي حصل بالظبط؟ احكي لي كده القصه من الاول. اللي حصل ان من 3 ايام بالظبط جه 4 موظفين او 3 بالظبط يعني من وزاره التضامن، وكان بيقولوا ان هم معاهم قرار وزاري ان البيت بتاعنا هيتقفل، وان خلال الفتره دي احنا مؤهلين 3 شهور ان هم يجيبوا لنا شقق ايجار نعيش فيها لغايه ما كل بنت ان شاء الله تبقى تستلم شقتها ويتعمل لها الاوراق عشان نخرج من الايجار لشقق بتاعتنا. الكلام ده اول مره تسمعوه؟ لا احنا كنا عارفين ان احنا كنا هنطلع على شقق بتاعتنا، احنا هنعيش فيها كل بنت مستقله بذاتها وشغلها، يوفروا فرص شغل ومصاريف كامله وكل حاجه كويسه لغايه ما نقف على رجلينا ونبدا نشتغل ونخلص دراسه والكلام ده.
طيب مديرة الدار عملت ايه معاكوا او المسؤولين في الدار؟ يعني احكي لي اللي حصل ايه معاهم. لا هي مديرة الدار اصلا كانت قاعدة اللي هو هي بتشجع الكلام وان هو ده امر واقع واقبلوا بالامر الواقع، ورئيس مجلس الادارة قاعد بيقول ان انا حاولت كتير ان المكان ما يتقفلش، بس خلاص هي الحاجة دي مش في ايدينا، ده النيابة اتدخلت في الموضوع والنيابة جايبة قرار ان هو هيتقفل عشان في مشاكل كتير بتحصل في المكان. فبنقول لهم يعني خلاص طالما في مشاكل بتحصل في اي بيت يبقى البيت ده يتقفل، محدش اتكلم. كانت الموظفين اللي جم الوزاره بيتكلموا باسلوب مش احسن حاجه، وطبعا الدنيا كانت كارثه. يعني ايه بيتكلموا باسلوب مش احسن حاجه؟ يعني عملوا معاكوا ايه؟ يعني كانوا بيهددوا ان هو ده اللي هيحصل، وان هو لو البنات ما طلعتش في حاجات كتير هتتمنع عن المكان، وان اجباري تطلعوا من المكان. طب وممكن تطلعوا على فين بقى؟ على شقق ايجار بقى، هم لسه بيشوفوا لنا شقق ايجار. يعني انت دلوقتي ليكي شقه ايجار، لو انت خرجتي سبتي الدار رايحه عليها على طول، ولا لسه هتقعدي في الشارع شويه ولا ايه؟ لا هم لسه حالا بيقولوا ان احنا لينا شقق ايجار. شقق تمام. الايجار دي بقى احنا ما لناش اي ضمان ولا اثبات ان في شقق ايجار، هم جابوها وان احنا هنطلع عليها. احنا لغايه دلوقتي ما فيش اي اثبات بيقول ان انت في المطلوب شقق. منك ايه دلوقتي؟ المطلوب تعملي ايه؟ مطلوب ان انا قدامي 3 شهور امشي احل نفسي عشان امشي من المكان. طب تمام، لو هما في خلال ال3 شهور دولت هيوفروا لك شقه ايجار محترمه كده وهيدفعوا لك الايجار، ده يزعلك؟ عشان انا مش هطلع اتمرمط في شقق ايجار بره. انا كل اللي كان واصل لي ان انا هطلع على شقه ضامنه فيها، مفروشه فيها كل حاجتي، وانا هبقى مستقله بذاتي، وهتبقى ولا بدفع ايجار ولا شايله هم حاجه، انا مستقله بنفسي وبشتغل ومعتمده على نفسي. ويعني ايه بنت عندها 18 سنه او 17 سنه يطلعوها معانا بره من الدار وهي حتى لسه بتدرس في ثانوي ولسه حتى ما دخلتش جامعه؟ انا واحده من الناس، انا لسه اصلا بدرس في جامعه وهخرج، يعني هما خلاص هيخرجونا، قدامنا 3 شهور ونخرج كلنا نتمرمط. مين بقى هيتابعنا؟ مذاكره ونفسيه ومجهود وانا شغلي وحاجات كتير قوي. احنا هما ما بيفكروش، هما بيرمونا فين؟ هو انت اللي جبتي شقه وخلاص هنقعد فيها؟ تقول لهم ايه؟ طبعا يعني المسؤولين عن الدار والمسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي احنا كلمناهم لغاية دلوقتي ما حدش رد، لانه محتاجين احنا الصبح رد النهارده لما منهم علشان بس نفهم هم يعني ايه الموضوع من وجهة نظرهم. بس في حد من وزارة التضامن تواصل معاكم مباشرة؟ الصبح لما الموضوع وصل للوزاره في القاهره 24 نزلوا البوست بتاعي وكلموني وعرفوا التفاصيل، وبناء على كده حد اسمه استاذ شيرين من وزاره التضامن مستشاره هناك كلمتني وقالت لي احنا معاكم واحنا مستنيين نساعدكم، وطبعا طبعا اهدوا خالص والدنيا هتتحل واحنا مستنيينكم وتشوفوا وقت وتقولوا لنا فيه. قلت لها ممكن بكره، قالت لي معلش ما ينفعش بكره، خليها يوم الاحد. ادتني ميعاد يوم الاحد انا واخواتي كلنا هنروح لها انا عارفة وهنتكلم. شيرين، ودي يعني مسؤولة في وزارة التضامن، يعني هتعرف جدا تتعامل معاكوا، واكيد هي مش هتعمل حاجة مش من مصلحتكوا. يعني طمنتيني، يعني انت فعلا تواصلتي مع حد من وزارة التضامن، واعتقد اكيد لازم يكون في حل، مش ممكن يرموكوا في الشارع. يعني ياسمين ما اعتقدش خالص انه هيبقى المشهد الجاي انكم قاعدين في الشارع. لا واحنا كل اللي هم قالوا لنا ان انتوا هتطلعوا على شقق ايجار. طب ايه الاثبات وايه اللي يضمن حقوقنا انت بعد كده؟ محتاجه اثبات انك انت لما تروحي الشقه دي هم مسؤولين انهم يدفعوا لك الايجار، ولا انت عايزه الشقه دي تبقى ملكك؟ ما هو كده كده احنا مش عايزين نطلع يا استاذه عشان احنا يعني كده احنا بنتمرمط. انتوا مش عايزين احنا تطلعوا اصلا من الدار. ايوه ما هم قالوا لنا ان احنا هنطلع لما ناخد الشقق بتاعتنا ونخلص دراسه ويبقى عندنا استقلال ذاتي وكل واحده بتشتغل وحاجات كتير. في يوم وليله كل ده اتشقلب وقالوا يلا هوبا انتوا قدامكم انت 3 شهور. مش بتفكري فكره شقه، ولا لا فكري انا مش فكره بفكر. الرعايه، مين اللي هياخد باله منك؟ ايوه نقطه مهمه برضو، ده سؤال اصل احنا مهم كده كده بنطرحه على المسؤولين. كده كده احنا لوحدنا، يعني احنا لوحدنا خلاص، ما انتوا هتطلعونا هنبقى لوحدنا اكتر. احنا هنواجه حاجات كتيرة قوي صعبة ممكن نقابلها في حياتنا. احنا محدش فينا اختار نبقى مثلا من بيت رعاية او الكلام ده، احنا من واحنا صغيرين واحنا قاعدين في المكان ده، فجأة المكان هيتقفل وفجأة يلا مع السلامة هتقعدوا في شقق بره
وهيفرقونا وكل واحد مع نفسه، واحنا لسه انا حتى لسه انتوا حابين تبقوا مع بعض، انتوا متحامين في بعض. اه لما تمتش السن القانوني، انا شخصيا ما تمتش السن القانوني. هما كانوا بيقولوا السن القانوني وتمشي، انا لسه ما تمتش السن القانوني عشان يبقى ليا. اللي هو ايه 21 سنه؟ اه انت 18 سنه؟ لا انا 20. 20. طب بصي يا ياسمين، احنا هنتواصل معاكي ان شاء الله يوم الاحد بعد مقابلتكم لشيرين مسؤوله وزاره التضامن، ونشوف حصل ايه، وانا متاكده ومطمنه انه هيبقى اكيد في حل ان شاء الله. اشكرك. اشكرك ياسمين عادل، واحده من الفتيات يعني موجوده في احدى دور الايتام، مش راضين نقول اسمها لانه مش عايزين يعني نولع الموضوع يعني وكده، ولكن نتمنى انه فعلا وزاره التضامن الاجتماعي تاخد بعين الاعتبار الكلام اللي من القلب ده اللي قالته ياسمين. يعني انتوا حتى لو اديتوني شقه وانا امتلكتها، او انتوا اديتوني شقه ودفعتوا لي الايجار، طب انا خايفه، انا حاسه ان انا لوحدي، فكمان هتوحدوني اكتر، ما انا هعمل ايه لوحدي، ما انا محتاجه ان احنا نبقى مع بعض، انا والبنات اللي اتربينا مع بعض من واحنا صغيرين، محتاجه رعايتكم، انتوا كده بترموني لوحدي حتى لو اديتوني شقه. ده الكلام ده محتاج ان احنا نقف عنده كتير، لان البنات خايفين، ما ينفعش نسيبهم كده خايفين ونرميهم. انا عارفه هيتقال لي لا احنا مش بنرميهم، احنا بنديهم شقق هندفع ايجارها او هنملكها لهم، بس هيبقوا لوحدهم اكتر ما هم لوحدهم.